في خبر كده مش عارف اجيبه ولا بتاع اجيب ده. ما تفتح يا ابني. القرضاوي شيخنا طبعا وعلمنا الجليل القرضاوي، التفريط في مرسي حرام، والطيب والبابا والبلدعي لا يمثلون مصر. نفتح الخبر نلاقي يعني هو ماشي المعنى قوي، بس هو المعنى الحقيقه يعني مش قادر اصدق. استنكر الدكتور يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين بيان القياده العامه للقوات المسلحه الذي قرر عزل الرئيس محمد مرسي قائلا: حرام على مصر ان تفعل هذا، وان تفريط في دستورها وفي رئيسها المنتخب وفي شريعه ربها. مش عارف ايه علاقه ده بشريعه ربها، يعني مش عارف ايه علاقه التفريط بالرئيس، المشكله في الدستور بالتفريط في شريعه ربها. فليس وراء ذلك الا مقت الله ونكاله وذكر من كتاب الله، يعني بيفتكرنا بايه: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. واضاف القرضاوي في فتوى اصدره مكتبه الدوحه السبت الى الشعب المصري: اني انادي من اعماق قلب الشعب المصري كله الذي احبه وافتديه، ولا اريد منه جزاء ولا شكورا، انما اريد وجه الله وحده. أناديه في الصعيد وفي الوجه البحري وفي المدن والقرى وفي الصحاري والأرياف، وأناديه رجالا ونساء شبابا وشيوخا وأغنياء وفقراء وموظفين وعمال ومسلمين ومسيحيين والليبراليين وإسلاميين، ليقفوا جميعا في صف واحد للحفاظ على مكتسبات الثورة وعودة الرئيس محمد مرسي كما ورد في نص الفتوى. وقال القرضاوي ان من استعان بهم الفريق السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي لا يمثلون من الشعب المصري بل جزء قليل منه، مضيفا الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب رئيس هيئه كبار العلماء وانا احدهم لم يستشرنا ولم نفوضه ليتحدث باسمنا، وهو مخطئ في تاييده الخروج على الرئيس الشرعي للبلاد، وهو مخالف لاجماع الامه، ولم يستند في موقفه الى قران ولا سنه، بل كل القرآن والسنة مع الرئيس مرسي كما ورد في نص الفتوى. أنا مش عارف أعلق بصراحة، يعني مش لاقي كلام أقوله. وتابع: ليت الدكتور الطيب يتعامل مع الدكتور مرسي كما تعامل من قبل مع حسني مبارك، فلماذا يكيل بمكيالين؟ فهذا تخريب لدور الأزهر الذي يقف دائما مع الشعب لا مع الحاكم المستبد. وماذا كان مرسي؟ يعني الواحد بيحس انه طبعا قليل جدا امام شخصيات كبيره وعملاقه زي الشيخ يوسف القرضاوي. ده شيخنا كلنا وعمنا. يعني عيب ان الواحد ينتقد تصريحات الشيخ القرضاوي، لكن التصريحات مؤلمه جدا وحزينه جدا للغايه. يعني ينفع الكلام ده ان 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 الشيخ الطيب لا يعرف قران ولا يعرف سنه؟ الشيخ الطيب شيخ الازهر؟ شيخ الازهر ما بيتكلمش عن المسلمين، امال مين اللي يتكلم عن المسلمين اذا كان شيخ الازهر ما يتكلمش عن المسلمين؟ اذا ما كانش الشيخ الازهر يتكلم بالنيابه عنا جميعا، والبابا تواضروس يتكلم بالنيابه عن المسيحيين جميعا ويتكلم كمصري كمان، اذا كان دول ما بيتكلموش عننا يبقى مين يتكلم عننا؟ مين؟ يعني مين يمثل المسلمين في مصر غير شيخ الازهر؟ في اكبر من هذا المقام الرفيع ايه؟ ثم ان على في هذا المقام الرفيع عالم جليل هو الدكتور احمد الطيب. الدكتور احمد الطيب قبل ان يكون شيخا للازهر فهو عالم جليل واستاذ كبير، يعني مش الطيب مش اي حد. فلما يقول عنه القرضاوي كده يبقى حاجه محزنه جدا جدا جدا. غلبت الشيخ القرضاوي عواطفه نحو الاخوان المسلمين مره اخرى، رغم ان هو بقى له كتير مش يعني هو معاهم بس مش معاهم، يعني هو مش معروف قوي، لكن غلبته عواطفه في مثل هذه التصريحات. ما اقدرش اقول اكتر من كده على شيخنا ومعلمنا واستاذنا.